منتخب مصر هيلعب في مصر مش هيلعب في الإمارات. 3 مباريات الودية اللي هيتلعبوا كانوا المفروض منتخب مصر يلعبهم في الإمارات هيبقوا موجودين هنا في مصر في ملعب العاصمة الإدارية اللي هو استاد مصر. يعني طبعا مفاجأة بالنسبة لنا، يعني مفاجأة للكل. هل ده أول صدام بين اتحاد الكرة والجهاز الفني، ولا شركة التسويق اللي طالبة كده، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ يعني انا مش عارف بصراحة. يعني البيان اللي طلع من اتحاد الكورة بيان ما فيش فيه حاجات، ما فيش فيه لغز، هو في فرق في كلام المباراة بعد ما تلعب في الامارات هتتلعب هنا في مصر، فلازم يكملوا بقى الحوار ويقولوا ايه الاسباب، ايه المبررات اللي هي المباراة ما كانت هتلعب في الامارات هتلعب هنا في مصر. ما فيش مشكله، بالعكس انا شايف ان دي فرصه احسن لينا للعيبه اللي هتبقى موجوده جوه الاجواء المصريه والجمهور يبقى متواجد بشكل كبير جدا. مش نلاقي منتخب مصر ما فيش جمهور بيروح له، يعني حتى لو التذكره تتعمل بالتكلفه البسيطه والمواصلات الحمد لله بتوصل لوقت العاصمه الاداريه سهل جدا، يعني المواصلات متوفره بشكل كبير جدا. فبنتمنى، انا سعيد جدا البطوله دي تتلعب في مصر، اللعيبه تاخد احساس بلدها، احساس الجمهور. مهما كان المباراه ما بتبقى بره ما بيبقاش نفس رد فعل الجمهور هنا. فاتمنى باذن الله اللي يكون برضو اتحاد الكوره حد يطلع بيان اسباب عدم اللعب في الامارات. مفيش مشكله، يعني قدر الله ما شاء فعله خير. هل الجهاز الفني هو اللي طلب؟ هل شركة التسويق اللي طلب؟ هل اتحاد الكرة هو اللي مش حابب البطولة تبقى موجودة؟ التلاتة دولت ما اظنش اللي هيخرجوا منهم. ان شاء الله باذن الله انا حبيت اقول برضو المعلومات دي علشان يبقى الناس متعايشة معانا. في جميع الحالات الحمد لله خير، وباذن الله البطولة تبقى موفقة وتبقى ان شاء الله بداية لجهاز فني، صفحة جديدة لمصر كلها ان شاء الله باذن الله، اللعيبة مع الجهاز الفني الموجود. شكرا، سلام عليكم.